هل يعني لها شكل منظم، لها إطار، لها أو يمكن أن يكون لها إطار لحل هذه المشكلات بشكل ربما أكثر تنظيمية سيد إيهاب؟ معظم الاجتماعات اللي بتتم بين إدارة الهجرة وإدارة الأمنيات والحكومة التركية بتم طرح هاي النقاط اللي بتعرض إليها الأجانب وتسهيلات الإقامة وما إلى ذلك وبتروح على إدارة الهجرة، ولكن للأسف التجاوب بطيء، تجاوب من الحكومة التركية بطيء جدا مع تغير. يعني برئاسة كنا نتابع احنا برئاسة الهجرة مثلا او إدارة الهجرة اكثر من شخص تغير كضابط ارتباط مع الاتحاد الدولي للجاليات ومع الاجانب، كان في تغير وما كان في سرعة بالرد. يعني احنا نطرح مشكلة لاجنبي اخذ اقامة، هو ما اخذش زوجته ما اخذتش اقامة او اولاده حصلوا على الاقامة هو ما حصلش على الاقامة، يعني في اشي ما بصير. يعني انا مقدم ملف اقامة عائلية الاب والام والاولاد، انت بتمنح الزوج بتمنح الاب مرات والاولاد بتمنحش الزوجه، هذا خلل. الاصل انا بعطي العائله كمان ما بعطيهاش في نعم. في فهذا احنا يعني ناقشناهم فيهم كثير يعني بالموضوع. نعم سيدي، اختم معك بكلمتين نصيحه توجهها لاخواننا واخوانك من السوريين الذين يعيشون في تركيا، وهل عليهم ان يخافوا ان يعيشوا هذا القلق وهذا الذعر ام لا، ونصيحه في عمليه الاندماج. نصيحتي اولا للشباب هذا الجيل، هذا الجيل الجديد الذي ولد في تركيا وعاش في تركيا أكثر من 10 سنوات و 12 سنة، وهذا الشباب أنا بشجعه على عمل مبادرات شبابية مبدعة مع الأتراك، اندماج زي ما حكيت أنا مباراة كرة قدم، نشاطات اجتماعية، نشاطات ثقافية، اعملوا مبادرات مشتركة، مبادرة العربية التركية المشتركة لنشاطات معينة إبداعية، لزيارات لعمل اجتماعي، ونفس الشيء كبار السن أنه أنت اندمج، حاول تتعلم اللغة التركية، حاول ما تعمل مشاكل، ابعد عن أي شيء يسبب أي إزعاج لأتراك، اندمج مع ثقافة المجتمع التركي. كيف؟ ما تخاف، يعني طول ما أنت ماشي قانوني ما تخاف، ما حدا بيجي فيك، ما حدا بيعملك أي مشكلة، التزم بالقوانين وأنت راح تكون بالسليم زي ما حكوا، ويا غريب كن أديب. أشكر شكرا جزيلا سيدي إيهاب الكير المحلل السياسي المختص في الشأن التركي، كنت معي شكراً في هذا الحلقة. شكرا جزيلا أستاذ محمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لهذا اللقاء، الله يسعدكم. مشاهدينا الكرام نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا، فابقوا معنا.